وللوقوف على آخر تطورات في غزة المعزولة برا وبحرا وجوا وسط قطع الكهرباء والإنترنت عنها والغارات التي تنفذ ضدها غير المسبوق التي تنفذ ضدها والتي يشنها الاحتلال ودعواته أيضا لتهجير السكان هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير والباحث والعسكري العقيد أحمد حمادة، وينضم أيضا إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي والخبير بالقانون الدولي الأستاذ طارق شندب، كما ينضم إلينا عبر زوم من بيروت مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. لعلي أبتدأ معك عقيد أحمد. عقيد أحمد، ما قراءتك لآخر التطورات الجارية الآن في قطاع غزة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم ولضيفك الكرام. غزة اليوم تحت القصف الشديد، تستخدم قوات الاحتلال الصهيوني المحرقة، يعني هناك محرقة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، عشرات الطائرات التي تتزود في الجو حتى لا تهبط تنفذ غارات على كل الأحياء وعلى البنى التحتية، أكثر من 55 نقطة طبية ومشفى خارج الخدمة، مع يعني قطع الأنترنت وعزل غزة عن العالم اليوم بدون وقود، بدون كهرباء، بدون ماء، بدون اتصالات، بدون أنترنت، يعني بأن هناك جريمة تحاك من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الصهاينة في بحق سكان غزة العزل. هذا العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم هو جريمة في كل المواصفات. لذلك اليوم بعد القصف الجوي الشديد الذي لم يسبق له مثيل حتى الآن، تقوم الدبابات الإسرائيلية والعربات الجديدة يعني التي أو الراجمات الصواريخ المركبة على عربات البرادلي الأمريكية التي زودت بها أخيرا وتسمى M270 والتي تقصف 12 صاروخ في 60 ثانية وبعيارات جدا كبيرة، وهي تتحرك يعني ليست ثابتة حتى يتم اصطيادها أو يتم التعامل معها ناريا، فهي متحركة. لذلك اليوم تستخدم هذه الراجمات على طيب سكان. عقيد حمادة، عسكريا في العلم العسكري، ما الذي يعنيه قطع الاتصالات والإنترنت عن منطقة محددة؟ هل بدأ بالفعل التوغل البري أم ماذا؟ يعني الانترنت والاتصالات ليس فقط من أجل منع الحقيقة عن العالم أو منع تزويد العالم بما يحدث في غزة، ولكن ربما تكون شبكات الانترنت والاتصالات تستخدم عسكريا كذلك بين المجموعات المقاتلة وبين القيادات والقواعد العسكرية من أجل ضبط الاتصالات وضبط التحرك وإعطاء الأوامر. يعني تستخدم إذا لم يكن لديهم وسائط اتصال خاصة عسكرية، ربما يتم استخدام الأنترنت ونظام الاتصالات يعني للسيطرة والقيادة والسيطرة، لتأمين القيادة والسيطرة. لذلك يستخدم الجيوش دائما شبكات خاصة أو شبكات اتصالات سلكية وليست لاسلكية حتى لا يتم التشويش عليها أو سرقة المعلومات منها. لذلك تقوم وحدات عسكرية بمد شبكات للاتصالات بعيدة عن الانترنت وبعيدة عن شبكة الاتصالات العامة، هذا إذا قامت إسرائيل بهذا الأمر. أما قطع الكهرباء فكذلك من أجل حرمان، يعني الكهرباء هي المحرك الأساسي اليوم للاتصالات، للمشافي، للآلة العسكرية، كذلك تساهم في تشغيل الآلة العسكرية أو في تخديم الآلة العسكرية. لذلك عمد الاحتلال الصهيوني في منع الوقود، منع الطاقة، ضرب البنى التحتية المتوافرة، ضرب المشافي من أجل أن يكون كل جريح هو مشروع شهيد في غزة. لذلك قطع الاتصالات هو عمل عسكري يسبق هذا عسكريا. أتوجه هنا بالسؤال للأستاذ عمل العسكري.
نعم، أتوجه بالسؤال هنا للأستاذ طارق الشندب. أستاذ طارق، ما هو التوصيف القانوني لما يعني يرتكبه الاحتلال الصهيوني من قطع للإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة؟ يعني هل هناك شيء يخشاه الاحتلال الصهيوني، ملاحقات قانونية، فضح جرائم، أم ماذا؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، دعني أحييك وأحيي مشاهديك والسادة الضيوف الأكارم، ودعني أولاً أعزي شهداء فلسطين وشهداء غزة، وكذلك أستغل هذه الفرصة عبر قناة الرافدين ليعزي الشعب العراقي وكل الشعب العربي والمسلم في العالم بوفاة شاعر الرافدين الأخ الأستاذ محمد العزاوي الذي أنشد لفلسطين وللعراق وللبنان ولسوريا. صراحة عندما أرى القصف الإسرائيلي الهمجي على غزة أستذكر بسرعة القصف الأمريكي على بغداد، على الموصل، على الفلوجة، على ديالى، على كل المدن العراقية، وأستذكر بسرعة كذلك القصف الإيراني والروسي والتحالف على سوريا، على الزبداني، على حمص، على دارية، على أدلب، على أدلب، على أدلب حتى اللحظة منذ 12 سنة. الآن في غزة هناك جريمة إبادة كبرى يرتكبها العدو الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم، جرائم إبادة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى في اللغة القانونية الدولية وفي اللغة الإنسانية، جرائم حرب بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى في القانون الدولي، جرائم ضد الإنسانية. الآن يقطعون الكهرباء ويقطعون الإنترنت لتعمية العالم ولعدم نقل الصورة الحقيقية وللتغطية على الجريمة التي يرتكبونها منذ أكثر من 20 يوم تقريبا. هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ليل نهار على مرأى ومسمع من العالم، لم نسمع أي تحرك قانوني دولي جدي، بل مجرد كلام وشعارات وبيانات لا تغني ولا تسمن من جوع. جرائم حرب، جرائم إبادة، جرائم ضد الإنسانية، والمحكمة الجنائية الدولية تتفرج. نعم، ولكن عفوا أستاذ طارق، يعني قبل قليل الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مشروع قرار عربي كما تعلم يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة. ما الذي يعنيه مثل هذا القرار؟ هذا القرار يعني غير ملزم لمجلس الأمن، لأن مجلس الأمن هو الذي يتخذ القرارات، وإنما هذا القرار هو فقط من قبيل التوصيات. وهناك مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق إسرائيل وضد الحكومات الإسرائيلية وضد الكيان الصهيوني ونصرة للشعب الفلسطيني لم ينفذ أي منها، حتى أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لم ينفذ أي منها أبداً، باعتبار أن الدول الخمس للأسف الداعمة أو التي تملك حق الفيتو عفوا، سواء كانت روسيا أو أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين، هي بالمجمل أكثريتها تعترف بما يقوم به الكيان الصهيوني وتدعمه ليل نهار وتؤيده، بل أكثر من ذلك تعتبر ما يقوم به الكيان الصهيوني عمل مشروع في مخالفة صريحة وواضحة لمنظومة العدالة الدولية، لقرارات الأمم المتحدة، في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي. يقلبون الحقائق ويقلبون الوقائع ويعتبرون الشعب الفلسطيني المحتل أرضه أنه هو المحتل، ويعتبرون كذلك أن حق المقاومة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني والمكرسة بموجب القانون الدولي وبموجب كل التشريعات هي اعتداء. هذه الاستنسابية والدبل ستاندر الذي تمارسها الدول الخمس في مجلس الأمن وأكثرية دول مجلس الأمن والمجلس الأمن بحد ذاته، هي التي شجعت هذا المجرم على الارتكاب ومزيد من الارتهاكات. وعندما أمن هذا المجرم العقاب الذي يحتل أرض فلسطين منذ عام 1948 ضاربا بعرض الحائط كل القرارات الدولية، سواء كانت صادرة عن مجلس الأمن أو على الجمعية العامة، استمر في ارتكاب جرائم، وما نراه اليوم هو من تلك الجرائم المستمرة. عندما أمن المجرم العقاب عما ارتكبه بحق العراقيين،
هو نفسه المجرم الذي يقتل السوريين ويقتل الفلسطينيين الآن استمر في نفس المجازر ونفس الجرائم التي ترتكب. شعب غزة الآن محاصر، ترتكب بحقه أبشع الجرائم، جرائم إبادة وجرائم حرب بكل معنى الكلمة، قصف للمستشفيات، قصف للمدارس، قصف، قطع للكهرباء، قطع للماء، قطع للإنترنت. يريدون أن يعموا العالم عما يجري في غزة، لأن شعوب العالم كلها وقفت مع غزة، ووقف الكثير من الشرفاء وما زالوا يقفون حتى في الغرب مع حق الشعب الفلسطيني، وثاروا رغم القرارات التي اتخذت في كثير من الدول من فرنسا وبريطانيا بتجريم المقاومة وغيرها وتحريم التظاهر، ولهذه لأول مرة تكشف عورة هذا الغرب السيء الذي زرع هذا الكيان الصهيوني على أرض ليست له، وحاول أن يعطيها مكانة قانونية ليست له ولن تكون له، لأن أصحاب الأرض هم أصحاب الحق. نعم أستاذ علي، يعني أسألك بصفتك المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، كيف تنظر وكيف ترى للأوضاع المأساوية التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة، والذين باتوا يعني كلهم إن لم أو يعني أغلبهم إن لم يكن كلهم نازحون؟ طبعا على المستوى الإنساني الوضع كارثي بكل ما للكلمة من معنى. تخيل بأن يعني 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وقطاع غزة معروف بأن فيه أكثر يعني أعلى نسبة ازدحام سكاني في العالم. هذا 2.5 مليون فلسطيني محرومون من الغذاء والدواء والكساء والمياه النظيفة والبنى التحتية الآن مهشمة إلى أبعد الحدود. طبعا الوضع كارثي بكل ما للكلمة من معنى على المستوى الإنساني، ولا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة. ولكن أنا أستطيع أن أقول بأن ما يجري الآن في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الأمم المتحدة، التي يعني تكيل الآن بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحقوق شعبنا الفلسطيني. حقوق شعبنا الفلسطيني، قطاع غزة محاصر منذ أكثر من 15 سنة، شعبنا الفلسطيني يعاني من أكثر من 75 سنة. كل القرارات التي تم اتخاذها بحق شعبنا الفلسطيني للأسف يعني لا تنفذ. وهذا العدوان الصهيوني الآن على قطاع غزة الذي يأخذ شكل مشابه تماما لما يحصل للمجازر أو لما حصل من مجازر ارتكبها هذا العدوان الصهيوني قبل 75 سنة، من مجزرة دير ياسين ومجزرة قبية وغيرها من المجازر التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني الآمن. الآن هذه جريمة موصوفة كاملة الأركان. نعم التاريخ سيحاسب الجميع، وأنا أعتقد التاريخ سيحاسب المنظمة الدولية التي بالفعل الآن هي تمارس النفاق بكل ما للكلمة من معنى. كيف لهذا المجتمع الدولي يعني ألا يستيقظ ضميره، والآن يشاهد كيف أن شعبنا الفلسطيني الآمن في قطاع غزة، يفترض أن يكون آمن على المستوى المدني، نساء أطفال كبار سن معوقين بنى تحتية جميعها تتعرض إلى هذا القصف. نعم ما خطورة أن تتهم قوات الاحتلال حركة حماس بأنها يعني تخبئ أسلحة تحت أنفاق لاستهداف المستشفيات، تحتمي بالمستشفيات؟ ما خطورة استهداف المستشفيات من قبل الاحتلال الصهيوني، وتعلم جيدا أن المستشفيات يعني باتت اليوم ليس فقط لعلاج المرضى، وإنما يعني يلجأ إليها هؤلاء النازحون؟ لا يمكن أن يصدق عاقل يعني هذه الادعاءات الكاذبة من قبل الكيان الصهيوني. هل يعقل بالفعل أن يكون هناك مراكز لحركة حماس تحت أي مشفى من المستشفيات يعني الموجودة في قطاع غزة؟ وهل يحتاج هذا الكيان الصهيوني لمبرر لكي يقصف يعني المستشفيات؟ وشاهدنا وتابعنا ما الذي حصل في مستشفى يعني المعمداني.
فبالتالي الآن لا يرقب يعني ولا يحترم أي شيء متعلق في القضايا الإنسانية على الإطلاق. والذي يعني يحدث الآن أمام العالم أجمع، نعم الآن انقطع الاتصال وانقطع الإنترنت، ولكن لا بد لهذه الصورة أن تخرج إلى الجميع، لأنه من واحدة من القضايا الاستراتيجية أعتقد بأن الكيان الصهيوني يسعى إليها، بأنه يعني يريد في المستقبل أن يكتب الرواية التي يعني يريدها هو. ولكن أنا أعتقد بأن هذا السحر سينقلب على الساحة، ولكن من خلال قناتكم الكريمة أنا أدعو شعوبنا العربية وشعوبنا الإسلامية وأحرار العالم بفعل الانتفاض يعني إقامة الاعتصامات والتظاهرات أمام سفارات الكيان الصهيوني في عواصم تلك الدول، وهي رسالة أيضا للمطبعين، أن هؤلاء المطبعين يعني مع هذا الكيان الصهيوني للأسف الآن يعني لا نسمع يعني هذا الصوت الذي نريده بالفعل، أن يتم استنكار ما يجري بكل ما الكلمة، أن يتم اتخاذ إجراءات عملية على الأقل طرد السفير أو استدعاء السفير العربي أو الإسلامي من أي دولة من الدول، بالإضافة إلى أن يعني تقديم يعني مذكرات إلى المجتمع الدولي لحثه بالفعل على نجم هذا الكيان الصهيوني. نعم قبل قليل سمعنا ما الذي يعني تحدثت عنه الجمعية العامة باعتماد هذا القرار، ولكن بعد ماذا؟ يعني لا نريد بالفعل أن يكون هناك تباطؤ في اتخاذ إجراءات صارمة بحق هذا الكيان. للأسف الشديد هذا الكيان الصهيوني لم يكن ليرتكب هذه الجريمة المروعة والممتدة حتى هذه اللحظة لولا الغطاء الدولي الذي حصل عليه ولولا دعم مباشر من الإدارة نعم، وبطبيعة الحال يعني هذا القرار كما قال الأستاذ طارق هو غير ملزم لمجلس الأمن. عقيد حمادة، يعني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن العمليات الموسعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي، ما الذي يعنيه هذا؟ إن لم تكن هذه العمليات هي الغزو البري الرسمي فما هو توصيفها إذن؟ يعني تقوم قوات الهجوم، يعني تدفع بقوات نخبة لفحص الأرض، لفحص خطوط التماس، لفحص خطوط يعني التحصينات الدفاعية في منطقة، ربما حتى لا تدفع بالقوات الأساسية، وخاصة القوات الأساسية هي قوات احتياط قليلة الخبرة وقليلة التدريب. لذلك من المتوقع أن تكون هناك خسائر كبيرة في قوات الاحتلال، لذلك تقوم هذه القوات بدفع بعض القوات من سلاح الهندسة والاستخبارات مع قوات من المدربين من القوات العاملة بدبابات وجرافات وغير ذلك، أولا بهدف فحص هذه المناطق التي تكون خطوط تماس أو المواقع الدفاعية، اثنين لفحص ردة الفعل لدى القوات المدافعة أو قوات الثورة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق، أو من أجل يعني اختبار مدى جهاز النار الموجود لدى الفصائل وعملية استطلاعية بالقوة. ربما تفكر هذه القوات المهاجمة أن تستطيع أسر جندي من المقاومة الفلسطينية أو كشف وثائق أو تدقيق عمليات أو تدقيق الوظيفة التكتيكية التي تنوي قوات الاحتلال استخدامها، وخاصة هي تريد أن تعلم أين وجود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الصهاينة. ربما تقوم بعملية بعد أن قامت الولايات المتحدة بتزويدهم ب2000 جندي من قوات دلتا المختصة في الكشف عن يعني عن المعلومات، وكذلك معرفة يعني لديها القدرة في تخليص الأسرى وتخليص يعني بكل هذه الإمكانيات التكنولوجية والدعم الدولي اللامتناهي إن صح التعبير للكيان الإسرائيلي، هناك تردد حتى من قبل واشنطن بتنفيذ هذه العملية البرية، إلى ماذا يؤشر هذا الأمر؟
يعني هم لديهم القدرة القتالية، لديهم الأسلحة، لديهم الطيران الذي يقصف ويدمر الأرض ويستخدم سياسة الأرض المحروقة. وقطاع غزة هو منطقة محصورة جغرافيا، يعني بطول 60 إلى 55 كيلومتر، بعمق بعض المناطق 5 كيلومتر إلى 15 كيلومتر. فهذه المنطقة يعني ليست هي أرض جغرافية أو أرض صعبة فيها جبال أو أنهار أو وديان أو غابات حتى يتمكن يكون هناك خوف، ولكن أولا الروح المعنوية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي هي متضائلة، وهناك خلافات في القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية حول وضع الهجوم ومدى هذا الهجوم. يعني عندما تقوم إسرائيل في الهجوم على قطاع غزة، ماذا بعد الهجوم؟ إذن هي تريد كشف ما يوجد لدى المقاتلين حتى تخفف ما أمكن من الخسائر. هي ستدخل، لأن معظم القيادات السياسية والعسكرية قالوا بأن هناك هجوم، وهذا كذلك مرتبط في عمليات انتخابية داخل الكيان الصهيوني، ولكن هم غير متفقين على مدى هذا الهجوم ومسافة هذا الهجوم، وهل سيتحملون الخسائر الفادحة التي ستصيبهم بعد يعني ما رأوا في طوفان غزة أو عملية 7 تشرين باتجاه غلاف غزة. إذن هناك شيء يخبئه المقاومون الفلسطينيون من أسلحة مضادة للدروع، من ألغام، من خطوط دفاعية، لأن هناك بعض التسريبات التي خرجت من أمريكا أو من الدول المتعاونة مع إسرائيل أو الشريكة مع إسرائيل في العدوان على غزة. هل سيتم استخدام الغازات الكيماوية كما تم استخدامها في دوما وفي مناطق أخرى في سوريا ضد المقاومون حتى لا يتمكن البقاء المقاوم في الخنادق أو ما سمي بمترو غزة؟ أم هل سيأتون بمضخات مياه عالية القدرة من أجل إغراق يعني إغراق أنفاق غزة، وبالتالي خروج أو اختناق من يوجد في تلك المناطق والتي يتخوف منها الجيش الإسرائيلي؟ إذن كل هذه العمليات والتحضيرات هي تجري، وأتوقع بأن التخوف وما تخوف هي عملية تضليل مبرمجة تقوم بها الإدارة الأمريكية والداعمون لقوات النظام والاحتلال الإسرائيلي والقوات الاحتلال. يريدون يعني تضليل ومفاجأة قوات الثورة الفلسطينية بذلك. ولا أتوقع بأن أي جيش في العالم يعني يقوم بتقديم ساعة بدء العمليات العسكرية الرئيسية ويحددها في الإعلام أو في وسائل أخرى. هو دائما تكون مفاجئة للجميع، فعلى القوات الفلسطينية دائما الحذر ولا تصدق الإعلام نهائيا، وأن تتحضر لما هو الأسوأ دائما. لأن الجيوش لا يمكن أن تركن للوعود أو هناك هجوم أو غير هجوم، دائما المقاتل يجب أن يتوقع الأسوأ. نعم أستاذ طارق، يعني منذ بداية عملية طوفان الأقصى لاحظنا سعي إسرائيلي من أجل ربط حركة المقاومة حماس بداعش وتشبيههم ببعضهم البعض، ولربما هذا يعني يذكرنا بكذبة أسلحة الدمار الشامل التي تم من خلالها غزو العراق وما حدث بعدها. السؤال هنا يعني لماذا يأمن هؤلاء القادة الأوروبيون في دعمهم لإسرائيل من العقوبة؟ يعني شاهدنا ما حصل مع توني بلير بعدما أيد جورج بوش الابن خلال غزوه للعراق، لماذا يأمنون أن يعني لا يحدث معهم نفس ما حدث مع توني بلير؟ أولا داعش هي كذبة كبيرة اخترعها الغرب والمخابرات العراقية والنظام السوري لضرب الثورة السورية، وهذا أمر معروف، ومن ثم استعملوها كجماعة مع الإيرانيين للقضاء على المدن السنية من الموصل إلى الإدلب، وما زالوا يستعملونها كجماعة في كل حدث يريدون أن يغطوا جرائمهم به. داعش هي صناعة الأجهزة، هي صناعتهم. داعش هي الوجه الحقيقي للحرس الثوري الإيراني وللنظام السوري. داعش هي النسخة الأصلية لقوات النظام أو قوات الإسرائيلية المحتلة.
وبالتالي هذه الكذبة لم تعد تنطلي على أحد، ولكن البروباغندا الإعلامية الغربية القوية هي التي تساهم في تنمية هذه الكذبة واستمرارها. بلير الذي شارك في الغزو العراقي، غزو العراق مع شريكه جورج بوش ملاحق، وهناك قرارات صدرت وتحقيقات في لندن يحاول اللوبي الصهيوني واللوبي الغربي والدعم الأمريكي إخفاء هذه القضية بناء على كذبة وجود أسلحة كيماوية وغيرها لدى النظام العراقي السابق. الآن الكيان الصهيوني يستعمل نفس الكذبة ونفس القضية مع الغرب، مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تروج لهذه الكذبة، مع الرئيس الأمريكي ماكرون ذاته، مع وزير الخارجية الفرنسي الذي سمعته أنا يعني يتكلم بمنطق لا يتكلم به تلاميذ سنة أولى حقوق، عندما يؤيدون ويروجون لفكرة أن أصحاب الأرض الفلسطينيين هم محتلون، يريدون قلب الحقائق، وأن الإسرائيليين هم أهل الأرض. وعندما يقولون أن إسرائيل تدافع عن نفسها، فيما أنها إسرائيل هي دولة محتلة منذ عام 1948، هم يريدون قلب الحقائق تارة عبر داعش وتارة عبر أساليب أخرى، يستعملون الإعلام الغربي واللوبي، ولكن مظاهرات في دول العالم كله ويعني كشفت كذب وزيف هذه الادعاءات. كذلك عجز الإدارة الأمريكية والجيش الإسرائيلي المحتل عن إيجاد أي صورة أو مقطع فيديو لأي عملية غير قانونية قامت بها المقاومة، بالرغم من أن المقاومة لها الحق في الدفاع عن نفسها نعم وعن أستاذ أرضها طارق، بكافة. يعني من هنا هل يمكن القول إن هؤلاء السياسيين يعني لربما غامروا وقامروا بمستقبلهم السياسي بهذا الدعم اللامحدود للكيان المحتل؟ يعني عندما نتكلم على أن جورج بوش لم تتم محاكمته ولا توني بلير، برغم كل الجرائم التي ارتكبت في العراق برغم كل الجرائم التي ارتكبها التحالف الدولي بحق العراقيين والسوريين حتى اللحظة، وبالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها بوتين وخامنئي وجنودهم في سوريا منذ 12 سنة، وبالرغم من الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين منذ عام 1948 بتلك المنظومة المسمات مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، كيف يمكن لمحكمة جنائية دولية أن تحاكم فرنسا أو بريطانيا أو زعماءهم أو أمريكا؟ أصلا أمريكا هي عضو في مجلس الأمن، عضو أساسي ودائم وغير موقع على اتفاقية روما. روسيا دولة عضو دائم وغير موقع على اتفاقية روما. بمعنى آخر أن هذه الدول التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، ومجلس الأمن هو الذي يحيل القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. إذا كانت هذه الدول هي نفسها غير موقعة وغير معترفة باتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بها، فقط تستعملها كشماعة لتحقيق مآرب هنا وهناك. هي دول غير موقعة ولا تعترف بها، إذا كيف يمكن لها أن تحاكمها؟ غريب ما حصل أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا وتحرك الجنائية الدولية بسرعة نتيجة للضغط الأوروبي والغربي ضد الروس وضد الرئيس الروسي بوتين، بالرغم من كل جرائمه التي ارتكبها سواء في أوكرانيا أو في سوريا، إلا أنه لم يتم محاكمته إلا على جريمة تتعلق في أوكرانيا فيما خص الأطفال. أما أن يقتل مليون سوري منذ 12 سنة حتى اللحظة، فهذا أمر لا يعنيهم بل يشجعوه. نعم. من هنا هذه المنظومة يجب أن تتغير، من هنا يجب التيقن والإيمان التام والتسليم بأن منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية هي منظومة كاذبة وغير فاعلة ولا تحقق العدالة، وهي منظومة تستخدم من قبل هذه الدول التي أصلا لا تعترف بتلك المحكمة إلا عندما تريد أن تحاكم أعداءها أو من يخالفها. نعم. لذلك على الدول الإسلامية أن تأخذ موقف بمقاطعة أو إنشاء أو يعني إنشاء آلية جديدة لدى منظمة التعاون الإسلامي كمحكمة إسلامية أو الدول العربية، تفعيل نظام جامعة الدول العربية لإنشاء محكمة عربية في هذا المجال. أما الاعتماد على الجنائية الدولية وغيرها فهذا الأمر أبدا لا يفيد. طيب أستاذ علي، بعد رفض أهالي غزة لتهديدات الاحتلال ولطلبه منهم التوجه جنوبا
ما هي الخيارات التي باتت مطروحة الآن لديهم في ظل مخاوف من حدوث نكبة جديدة؟ يعني أنا أعتقد بأن قضيتنا الفلسطينية بأحقيتها وبعدالتها تتقدم، وبأن المشروع الصهيوني بكل ما للكلمة من معنى يتقهقر. نحن نتابع الطفل الفلسطيني وكبير السن الفلسطيني والامرأة الفلسطينية داخل قطاع غزة كيف يقول بأنه سيبقى في أرضه ولن تتكرر تجربة العام 48 ونكبة فلسطين. نعم، على المستوى الإنساني كارثة بكل ما للكلمة من معنى، مشاهد تدبي القلب ويعني تؤثر وأثرت فينا جميعا، ولكن على المستوى الاستراتيجي قضيتنا الفلسطينية تتقدم. وهنا أعطي بعض المؤشرات، يعني عندما نتحدث عن أسطورة الجيش الذي لا يقهر التي صدع رؤوسنا بها من عقود، أين هي أسطورة هذا الجيش الصهيوني الذي كان يقال عنه بأنه لا يقهر؟ رأينا ما الذي حدث يعني له في غلاف قطاع غزة. أين المقولة أبيدت خلال ساعات؟ نعم، أبيدت خلال ساعات. أين يعني بنغوريون عندما قال في سنة 48 بأن الوقت يجري لصالحنا، بأن كبارهم غدا سيموتون وبأن صغارهم سينسون؟ بعد 75 سنة على نكبة فلسطين لا يزال الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، ولا زال الصغير والكبير أيضا لم يتراجع عن هذه الحقوق ويطالب بعودته إلى فلسطين. أين مقولة أقيموا دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل؟ هذه المقولات كلها سقطت. حتى اندحر الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة في 2005 يعني بسبب ضربات المقاومة. أنا باعتقادي الآن هذه الحرب المسعورة، هذه الحرب الهمجية، هذه الحرب البربرية، هذا العدوان على قطاع غزة لن يحقق نصر أبدا. هذا سيزيد من حالة من الصورة المشوهة لهذا الكيان الصهيوني على المستوى العالمي. ونتابع الآن أو يعني بشكل لحظي كيف هي ردود الأفعال على مستوى الكثير حتى من صناع القرار، على مستوى برلمانيين وعلى مستوى وزراء في دول غربية يعني مساندة على المستوى الرسمي لهذا العدوان الصهيوني. ولكن أنا أعتقد بأن هذه الكتلة الآن بدأت تتدحرج، وأنا أعتقد بأن هذه الكتلة التي بدأت تتدحرج سيضرب فيها هؤلاء يعني صناع القرار لكي يعوا حقيقة ما يجري على أرض الواقع. وهذا الأجنبي إذا صح التعبير الذي يدفع الضرائب لحكومته لن يرضى بأن هذه الأموال التي تدفع بأن يتم شراء فيها يعني أسلحة يقتل فيها المدني في قطاع غزة. نلاحظ بأن يعني الشعوب الآن هذا الحركات، وأنا أحدثك اليوم تصلني الكثير من الرسائل على مستوى الحراك سواء على مستوى المخيمات الفلسطينية، نريد المزيد على مستوى عالمنا العربي، على مستوى عالمنا الإسلامي، على مستوى العالم الحر. نريد لأن الفلسطينيين داخل أراضي 48 أن تكون لهم كلمتهم. نتابع الآن ما الذي يجري في نابلس في رام الله وفي كافة المدن والقرى الفلسطينية. الآن أنا أعتقد كما ذكرت الآن قضيتنا الفلسطينية تتقدم، ولكن وهذا العدو بالفعل يعني سيدفع الثمن غاليا عاجلا أم آجلا. نعم، سياسة يعني الإفلات من العقاب هذه لن تطول. أنا أعتقد بأن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الآن يرسم لوحة جديدة للتاريخ، وهؤلاء المجرمون الذين يتآمرون الآن على القضية الفلسطينية وعلى شعبنا الفلسطيني وعلى قطاع غزة بالتحديد سيدفع الثمن غاليا في المستقبل. ونعم، التاريخ لن يرحم أحد. نعم، عقيد حمادة، يعني إذا أردنا التحدث سريعا عن خيارة الولايات المتحدة الأمريكية في حال دخلت إسرائيل في حرب برية وتوغل بري غير مضمون النتائج، ما هي الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة؟ هل ستدخل في هذا الصراع؟ عفوا عقيد،
عقيد حماه. نعم الآن أسمعك، تفضل. معك، الولايات المتحدة هي داخلة في العملية العسكرية من خلال التخطيط، وصول الرئيس بايدن، بلينكين، لويد أوستون، فرقة دلتا، تزويد الإسرائيليين بعدد كبير من الأسلحة والذخائر. يعني قالوا أن هذه المهمة يعني استشارية فقط، فهل ستكون عملياتية؟ هناك غرفة عمليات مشتركة تقوم برسم الخطرائط ورسم العمليات وتحديد ساعة الصفر، وربما تغيير المهمات، يعني تدقيق المهمات العسكرية التي ستقوم بها القوات الجوية والقوات البحرية والقوات البرية، كل له وظيفته، وتناغم كل هذه أصناف القوات المسلحة تأتي عملية عسكرية تحت مسمى عملية عسكرية أو حرب ضد غزة يشترك بها الأمريكيون. الأمريكيون أتوقع بما سبب تأخير العملية أو الهجوم البري هو وصول الأسلحة الدفاعية المتزايدة إلى منطقة الشرق الأوسط لحماية المواقع الأمريكية، إن كان في العراق كقاعدة الحرير، قاعدة عين الأسد، قاعدة خراب الجير، 14 منطقة في سوريا ربما تتعرض لأعمال عسكرية من هنا أو هناك، وخاصة بأن هناك بعض التنظيمات التي تمارس أعمال عسكرية ضد القوات الأمريكية. هناك اليوم كان قصفا أمريكيا لمواقع في الميادين وفي منطقة البوكمال نتيجة الضربات التي وجهت إلى حقل الكونيكو وحقل العمر وخراب الجير في منطقة الحسكة. لذلك تريد الولايات المتحدة أن تقوي من المنظومات الدفاعية لديها واستجلاب عدد كبير من الأسلحة ووصول المدمرة أو حاملة الطائرات داويد إيزنهاور وكذلك جيرالد فورد وكارني إس إس كارني المدمرة وكذلك عدد كبير من الأسلحة إلى المنطقة، هي لإرعاب الدول في المنطقة وثني أي جهة تحاول أن تدخل هذه المعركة بأن الولايات المتحدة أتت لتدمر كل من يتحرك ضد إسرائيل. لذلك هذا هو السبب في تأخير، وربما تريد الولايات المتحدة استنقاذ عدد كبير من الأسلحة بالوساطات التي تنفذها بعض الجهات الدولية والعربية مع حماس ومع إسرائيل في هذا الشأن. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي متواجدة في العملية العسكرية من خلال الدعم الشديد، وبايدن منذ اليوم الأول اتهم حماس بأنها داعش واتهمها بأنها تقطع رؤوس الناس، رغم أن السي إن إن نفت كل ذلك. العملية وحتى من أفرج عنهم من قبل حماس أو قبل أشادوا في العملية في الأعمال الأخلاقية الكبيرة، ومنعت أي من كل من يخرج. وهذا نعم هذا ما لم يعجب الاحتلال الصهيوني بطبيعة الحال، إذا لم يبقى منع عند نظام الأسد عندما تم الإفراج عن الراهبات في صيدنايا، عندما تكلموا بكل شفافية بأن الجيش الحر وكان يقدم لهم المساعدات، ولكن شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر سكايب من اسطنبول الخبير والباحث العسكري العقيد أحمد حمادة، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من بيروت المحامي والخبير بالقانون الدولي الأستاذ طارق شندب، وأشكر أيضا ضيفي من بيروت الذي انضم إلينا عبر خدمة زوم مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الأستاذ علي هويدي. أشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام.